اللي هو الرواة المؤاخذ مسلم عليهم كيف يروي لهم. عثمان الشحام هو العدوي، أبو سلمة البصري يقال اسم أبي عبد الله، قال أبو أحمد الحاكم عثمان بن مسلم الشحام، قال أبو داود أعلى القرون يعني اسم أبيه، وذكر له الأجري أبو عبيد أنه وجد بخط يحيى بن معين أنه عثمان بن ميمون فأعجبه ذلك. وعثمان هذا مقل له 7 أحاديث فقط، أو هو مقل في الحديث. أما شيوخه فروى عن عكرمة مولى بن عباس ومسلم أبي بكر الثقفي وأبي رجاء العطردي. تلاميذه روى عنه وكيع بن جراح هذا التنين، ويحيى بن سعيد القطان هذا الذي لقبه الثوري شيطان من شدة حفظه، وحماد بن سعد وغير هؤلاء. المعدلون قال إسحاق بن منصور يحيى بن معين ثقة، وفي كتابه أيضا قال ثقة، أبو زرعة قال بصري ثقة، هذا عثمان بن الشحام واسمه أبي قيل ميمون وقيل مسلم. وقال أبو حاتم الرازي ما أرى بحديثي بأسا، شوف لما يترجم أبو زرعة وأيضا أبو حاتم بالتوثيق لا تضعف إلا إذا جاءت كالشدة. ووثقه أيضا تلميذه وكيع بن الجراح وذكر بن حبان في الثقات. قال عبيد الأجري عن أبي داود ثقة، أو قال ليس به بأس. وقال أحمد بن حنبل ليس به بأس، وهو قول النسائي، وقال ابن عدي لما أرى بأسا في رواياته. وقال ابن شهيم في الثقات ليس به بأس، وقال الذهبي بصري وثق. بالنسبة لتجريحي قال ابن المديني سمعت أحمد بن سعيد القطان وذكر عثمان الشحام فقال يعرف وينكر، لم يكن عنده بذاك. ومسائي قال ليس بالقوي، قال أحمد ليس بالمتين. طب النسائي قال ليس بالقوي، هل يجابه هذا التعديل المفصل انه كان من الثقات ورواه الثقات؟ وقال حاكم ابو احمد ليس بالمتين عندهم، واورده العقيل فيه الضعفاء. طيب هنا عندنا شوف يعني العجيب انه الموثقون كثر والمنكرون هنا او المضاعفون ما في احد اتى بالتفصيل، ليس بالمتين ليس بالقوي، كل ذلك جاء الجرح بعد التعديل. واحنا قلنا اذا تعارض الجرح والتعديل فالمفصل هو الذي يقدم، يعني لا يقبل التجريح بعد التعديل إلا بشيء واحد، وش هو؟ أن يأتي مفسرا. فالصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. ابن الخطاب فقط قد تعرف وتنكر، يبقى ثقة وله أوهام. ثقة وله أوهام، عثمان ثقة وله أوهام. روايته في الصحيح أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا واحدا متابعة في كتاب فتن وأشراط الساعة، يعني شوف أخرج له حديثا واحدا ومتابعة، يعني لا يلام مسلم بحال من الأحوال على تخريجه الحديث. فحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا حماد بن زيد حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد الصبغي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث عن فتن في حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكر يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن وأتى بحديث بطولي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا حول الإسناد حدثنا محمد بن مسنة حدثنا أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد. ورجال الإسناد هنا في هذا الحديث عثمان بن شحام عن وكيع، عثمان وكيع أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عدي محمد بن مسنة عن ابن أبي عدي حماد بن زيد الفضيل بن حسين. والحديث أخرجه البخاري بطرق اتفقت مع طرق مسلم في ذلك بعض المتابعات. أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه بالحديث. وعلى هذا الحديث الذي فيه عثمان هو أصح الأحاديث، فهو من أصح الأحاديث، وهذا يبين لك عناية الإمام مسلم بالانتقاء في من يروي عنهم، حتى لو فيه مغمز فإنه ينقل عنه ما يكون قد ثبت أنه قد حفظه. إذا عثمان الشحام ثقة من الثقات لا ينكر على مسلم أنه أخرج له الحديث، والحديث الذي أخرج له أيضا حديث في المتابعات. لو في أسئلة تفضلوا. عبد الله. اللهم اجعل عمل كلها صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل عدد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق بكتابك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومتغاك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وعملا لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وفرج الكرب عن المكروبين
وسدد الدين على المدينين، اللهم زوج الشباب أجمعين، اللهم بحق لا إله إلا الله ثبت لنا دخائر محيين أبدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.